في الوقت الذي يقدم العالم كل جهوده من أجل حماية البيئة وغطائها النباتي، يتعمد الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية في عفرين شمال غرب سوريا تجريد المنطقة من طبيعتها أمام مرأى المجتمع الدولي. عفرين التي كانت تتميز بطبيعتها الخلابة وأشجارها المثمرة أصبحت اليوم منطقة قاحلة بفعل الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي، الذين يواصلون منذ احتلالها عام 2018 ممارسة مختلف أنواع الانتهاكات بحق الأشجار والطبيعة عموما، وسط تحذيرات تطلقها منظمات حقوقية من تبعات اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة. ما تزال الدولة التركية تمارس أفعالها الوحشية، وخاصة في الآونة الأخيرة نشهد عمليات القطع الأشجار، عمليات الحرق التي تفتعلها يوميا، وخاصة في الآونة الأخيرة وخاصة في مواسم الحصاد، في مواسم قطف الزيتون تمارس هذه الدولة أفعالها الوحشية. نحن نعلم أن مدينة عفرين هي مدينة الزيتون، هي المدينة التي الجميع يعرفها بأنها معروفة بأشجارها، بغطائها النباتي الأخضر. ودون حسيب أو رقيب تواصل فصائل الاحتلال التركي بدعم وتنسيق من أنقرة اقتلاع آلاف الأشجار المثمرة بهدف قطع سبل عيش السكان الأصليين ودفع من تبقى منهم إلى الهجرة قسرا وترك منازلهم وأراضيهم خدمة لمخططات تركيا بتغيير ديموغرافية عفرين. الإحصائيات التي نعلمها إلى الآن هي تم حرق أكثر من 65 ألف شجرة حراجية، غابات، ولكن هذه الإحصائيات هي التي نعلمها، لأننا إلى الآن لا نعلم أي إحصائية محددة أو دقيقة، لأن الاحتلال التركي يمنع أي دخول أي إعلام إلى المنطقة. وتناشد هيئة البيئة في عفرين منظمات حماية البيئة والمنظمات الدولية المعنية بتسليط الضوء على هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الفصائل الإرهابية التابعة لتركيا عبر قطع الأشجار وحرقها، داعية إياها للقيام بواجبها المهني والأخلاقي ووقف مثل هذه الأعمال وإدانتها. ننادي ونناشد جميع المنظمات الإنسانية وخاصة منظمة اليونيب المختصة بأمور البيئة، نناشد جميع هذه المنظمات، نناشد الإعلام أيضا بالدخول إلى منطقة عفرين وتغطية هذه الأفعال الجرائم التي ترتكب بحق سواء الإنسانية أو بحق الطبيعة. الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ومركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا أدانت مراراً جرائم الاحتلال التركي والفصائل التابعة له من قتل المدنيين واختطافهم وقطع وحرق الأشجار والغابات ومحاولات طمس هوية عفرين، وسط مطالبات بضرورة ردع تركيا وإنهاء احتلالها للأراضي السورية وعودة المهجرين إلى ديارهم.